صاروخ يجتاز المسافات بسرعة تفوق 800 كيلومتر في الساعة. من بعد 2500 كيلومتر يستطيع أن يصيب هدفاً مع هامش خطأ 10 أمتار من أجل البحث عن العدو وتدميره من دون طيار. لا خيار في أن هذا السلاح هو من الأسلحة المفضلة. بغداد في عام 1991 حظي صاروخ توماهوك بأول استعمال له، إذ راحت أمواج الصواريخ البعيدة المدى تضرب أهدافها الواحدة بعد الآخر. هذه أحدث صواريخ توماهوك البعيدة المدى تطير فوق موقعنا هنا. قدمت عملية عاصفة الصحراء صاروخ توماهوك إلى العالم، وهو بالفعل قذيفة ذكية صغيرة تضرب أهدافها بدقة غير معقولة. ولكن الصواريخ البعيدة المدى لم تكن دوماً أدق أسلحة القادة العسكريين، إذ احتاج المهندسون إلى عشرات السنين لتطويرها وإيصالها إلى هذه المرحلة. من أجل صنع سلاح مماثل اضطروا إلى تخطي سلسلة من عقبات تقنية في غاية الصعوبة. كيف يمكن مثلاً إطلاق صاروخ يزن طناً ونصفاً من المحيط؟ كيف يمكن أن يطير بسرعة 880 كيلومترا في الساعة ويجتاز 2500 كيلومتر، ثم يتفادى من رادار العدو ليحط رحاله عند هدفه ويضربه بدقة غير معقولة؟ كان التحدي الأول يقضي بإطلاق صاروخ يزن كسيارة عائلية من غواصة تحت سطح المياه. عندما تكون الغواصات محملة بصواريخ توماهوك تتحول من أسلحة تحت الماء إلى عامل أساسي عالمي. نطاق الصواريخ كبير، إذ باتت الصواريخ البعيدة المدى تسمح لنا باستهداف 90% من أماكن تمركز السكان في العالم. غرفة العمليات، غرفة العمليات، إلى كل الوحدات افحصوا الاتصالات. باتت الغواصة اليوم تستطيع إطلاق صاروخ من مخبئها الآمن تحت مياه المحيط. يعطى أمر الإطلاق ويمر الصاروخ بإنبوب فاثنين فثلاثة فأربعة، تطول فترة إطلاقه 6 دقائق. في خمسينيات القرن العشرين كانت قوات البحرية الأمريكية قادرة على إطلاق الصواريخ من سطح الغواصات، وهذه عملية خطرة. لإطلاق صاروخ من الفئة الرابعة الذي ينطلق من مكان ثابت إلى مكان ثابت، نذهب إلى البحر لإطلاقه من غواصة. تضطر الغواصة عندئذ إلى الصعود من مخبئها إلى سطح المياه ليستطيع أفراد الطاقم تحضير الصاروخ وجمع معدات إطلاقه، ما يجعل الغواصة ظاهرة للعيان وضعيفة. كان جنود البحرية الأمريكية يرغبون إلى حد كبير في التمكن من إطلاق الصواريخ من تحت المياه، إلا أنه كان ثمة مشكلة، فإطلاق الصاروخ من مكان مقفل يتسبب بانفجار كبير يدمر الغواصة. ولكن مهندسي البحرية الأمريكية وجدوا حلاً عبقرياً لهذه المشكلة، إذ يطلقون الصاروخ في البداية من داخل أنبوب مائي للإطلاق الذاتي، وحين يصبح الصاروخ في الخارج يطلقونه بشكل روتيني بعيدا من الغواصة. نظام الأسلحة جاهز، اسمحوا بالإطلاق. ما زالوا يطلقون صواريخ توماهوك بهذه الطريقة حتى اليوم. البدء بالتنفيذ، الإطلاق بعد 5 4 3 2 1، البدء والتنفيذ. الإحداثية صحيحة، إتمام الإطلاق بنجاح. الأنابيب الأربعة، تم الإطلاق. يزن معزز صاروخ توماهوك 270 كيلوغراما فحسب، إلا أنه يزيد سرعته لتبلغ 80 كيلومترا في الساعة تحت سطح المياه. تم إطلاق الصاروخ.
لا يحترق إلى 12 ثانية، إلا أنه يدفع الصاروخ 300 متر في الهواء. إتمام فصل المعزز. قد لا يبدو معزز صاروخ توماهوك عالي التقنية، إلا أن جعل محرك الصاروخ هذا آمنا للاستعمال في غواصة انتصار للكيمياء العصرية. يعزز الوقود السائل معظم الصواريخ بحيث يتم إدخال نوعين مختلفين من السوائل إلى حجرة يشتعلان فيها ويوجهان الصاروخ. تكون هذه التقنية قوية ولكن خطرة. من أجل إظهار مخاطر الوقود السائل، سيعيد سيدني أولفورد تمثيل وعاء وقود ألماني من الحرب العالمية الثانية. سيقوم بإدخال سائلين إلى محرك صاروخ مصغر، والسائلان هما بروكسيد الهيدروجين والهيدروزين. رجاء ليكف من يود القيام بذلك عن الارتباك. ها نحن. يكفي أن يلمس السائل الثاني ليشتعل ذاتيا. أظن أنكم ستوافقونني على أن هذا الانفجار قوي فعلا. ما من شعلة منيرة، إلا أن الصوت وحده يشير إلى أنه كبير جدا. سأغسل وجهي لأنني أشعر بانزعاج بعض الشيء. ها نحن. ولم يستعمل سيدني هنا إلا بضع قطرات من كل سائل، إلا أن المكونات خطيرة جدا حتى قبل مزجها معا. كل من السائلين خطير بحد ذاته. بروكسيد الهيدروجين مكثف جدا ويستطيع الانفجار فعلا. إن وقع على مواد قابلة للاشتعال كالقطن أو الورق يضرم فيها النار تلقائيا، وليس هذا ما قد نرغب في حصوله في غواصة. أما الهيدروزين فخطر اشتعال النار بسببه أقل، إلا أنه غير ثابت، لكن شم الدخان المنبعث منه مضر بالصحة لأنه سام. عندما فكرت البحرية الأمريكية بداية في وضع الصواريخ التي تطلق بواسطة السوائل على متن الغواصات، تصاعد الاعتراض. قيل لي إن قواد الغواصات ذهلوا من الفكرة ووجدوها مخيفة. لم يكن ثمة إلا بديل واحد، وهو الوقود الصلب مثل البارود. الوقود الصلب آمن أكثر، إلا أنه أضعف جدا من حيث إطلاق صاروخ كبير من المحيط. أرخي هذا العبء على عاتق كل من تشارلز هندرسون وكيث رامبل، اللذين اضطرا إلى إيجاد مادة كيماوية تجعل محركات الصواريخ تعمل بحرارة أكبر وتمنحها دفعاً أقوى. بحثنا بين المواد التي نستطيع إضافتها إلى الدافع الصلب الذي يرفع حرارة الاحتراق، وراجعنا أيضاً جدول المواد الكيماوية. بعد اختبار مختلف المواد الكيماوية، رس الخيار على المرشح الأفضل بينها وهو الألومنيوم. هذا المعدن يحترق بسهولة عندما يتم سحقه بثلثي حرارة الشمس. لسوء الحظ، كلما وضعوا المزيد من الألومنيوم في المحركات، كانت تصبح أضعف. في نهاية المطاف وجد هندرسون طريقا لضغط 20% من الألومنيوم في محرك صاروخ، ولكن نظريا فحسب، فهل سيعمل الأمر فعليا على صاروخ حقيقي؟ روب أوبراين عالم فيزياء مولع بالصواريخ، وسيرينا تأثير معادلة رامبل وهندرسون في الانفجار. وضع رامبل محركات صواريخ بالمقلوب على موازين إلكترونية، فهذا يسمح له بقياس القوة التي يولدها كل محرك على حدة، أي محرك البارود قياسا بمحرك الألومنيوم. 3 2 1 3 2 1 إشعال. يولد البارود نحو كيلوغرام من الدفع، أما محرك الألومنيوم فيطلق مقدار ضعفي القوة.
مع محركات الصواريخ، إن كنا نريد الحصول على دفع قوي نحتاج إلى بخار عالي الكثافة. لتحقيق ذلك ترفع حرارة الحريق، ما يعني أن إضافة مزيج الألومنيوم إلى الوقود يرفع الحرارة. إن رفعتم حرارة الحريق تحصلون على دفع أكبر على الفور. سيضع روب الآن المحركين قيد الاختبار وسيعلقهما إلى أحد صواريخه. أولاً محرك البارود، البارود ضعيف جداً إلى حد أنه لا يحرك الصاروخ. والآن حان دور الألومنيوم. سبعة، ستة، خمسة، أربعة، ثلاثة، اثنان، واحد، إشعال. في خمسينيات القرن العشرين حقق معزز رامبل وهندرسون المطور قفزة نوعية في مجال تكنولوجيا الصواريخ. كان ذلك مذهلا. أدركنا أننا حصلنا على الأداء الذي نريده، بل أكثر بقليل حتى. من الجيد أن نتساءل لما لم يفكر آخرون في ذلك وقد كنا أول من فكر فيه. يعزز الألومنيوم اليوم مختلف أنواع الصواريخ، من المراكب الفضائية وصولا إلى صواريخ توماهوك. ولكن محركات الصواريخ الصلبة تحترق بشكل أسرع، وحتى أكبر الحوافز لا تدوم إلا دقائق قليلة. إذن هل يستطيع صاروخ توماهوك اجتياز أكثر من 2000 كيلومتر بخزان وقود واحد؟ نظام الأسلحة جاهز، اسمحوا بالإطلاق. إتمام الإطلاق. نجحت عملية الإطلاق. عندما يخرج صاروخ توماهوك من المياه يبدأ عملية تبدل مذهلة. تخرج أربع زعانف من ذيله ومغترف هواء أمامها ويدور جناحان كشفرتين. يطرح الصاروخ المعزز وينطلق بسرعة 880 كيلومترا في الساعة. خلال ثوان يتحول صاروخ توماهوك من صاروخ عادي إلى طائرة. وهكذا بدأ عهد الصواريخ البعيدة المدى بالضبط. في خلال الحرب العالمية الأولى كانت المدفعية أكثر الأسلحة انتشارا، وأبعد مدى سلاح يصل إلى 30 كيلومترا. كانت الطائرات تستطيع التوغل في أرض العدو أكثر، إلا أن كان لديها نقطة ضعف. لم يكن للطائرات القديمة موقع دقيق لرمي القذائف، لذا كانت تضطر إلى التحليق على علو منخفض وتصبح بالتالي هدفاً للنيران العدوة. في عام 1917 اجتمع فريق من المهندسين في دايتن في ولاية أوهايو من أجل إيجاد حل لهذه المشكلة. كانوا يفكرون في قذيفة هوائية، أي طائرة تحل فيها قذيفة محل الطيار. كان عبقري الاختراعات تشارلز كيترينج على رأس الفريق. أما إلمر سبيري فقد بنى نظام الملاحة، وأورفيل رايت صمم الإطار الهوائي. هذا الرجل الذي جعل البشر يركبون الطائرات أخرجهم منها مجدداً. وكانت النتيجة نسر الحرية التي أطلق عليها بسرعة لقب كيترينج باغ. كانت تلك الطائرة بخسة الثمن وسهلة الصنع، إذ يتم جمعها من علبة خلال 4 دقائق باستعمال مفك براغيف حسب، ولكن في داخلها مخبأ 80 كيلوغراما من المتفجرات القوية. تبدو هذه الطائرة ساحرة، إلا أن هذا السحر أيضاً متصل بقنبلة قاتلة. تقضي الخطة بإرسال المئات من هذه الطائرة إلى أهداف دقيقة متوغلة كثيراً في أرض العدو، أي بعيدة كثيراً
عن مرمى نيران المدفعية، وخطيرة بالنسبة إلى الطيار الذي سيأخذ القذيفة إلى هذه المناطق. كانت الاختبارات الأولى للطيران سلسلة من الأخطاء الفكاهية. ولكن بعد أسابيع من تحطم هذه الطائرات، أصبحت كاترينغ باك أول صاروخ بعيد المدى في العالم في عام 1918. كان البشر يحلقون منذ 15 سنة فحسب، وفجأة بات ثمة طائرة من دون طيار اخترعها عبقري الهندسة الميكانيكية آلمر سبيري. كان قلب هذه الآلة جايروسكوب، وهي قرص سريع الدوران يبقى ثابتا حتى أثناء تحرك الطائرة. كان موصولا بنظام التوجيه بأنابيب هوائية، وكان يفترض بالجايروسكوب أن يجعل الطائرة تحلق بشكل مستو، إذ كانت هذه هي النظرية. مايك فرانسيس بطل العالم كطيار طائرة شراعية، وقد بنى طائرته الشراعية الخاصة من الألياف الكربونية وأطلقها 300 متر في الجو بمحرك صاروخ. مهاراته في الطيران مذهلة، سيضع إحدى طائراته الشراعية تحت رحمة نظام طيران ذاتي. عدل الطائرة بجيروسكوبات إلكترونية ليرى إن كان يستطيع إبقاء مسارها مستويا. تحرك الجيروسكوبات في الواقع الأسطح استجابة لأي حركة في النموذج، ويكون ذلك أوتوماتيكيا، ويمكنكم أن تروا الجناحين يتحركان صعودا ونزولا. وإن حركت النموذج هنا نرى المصعد في الخلف. لست أحرك المقبض، في الواقع هذا مخيف. عندما تحلق الطائرة علي أن أنظر إلى النموذج وأراه يتحرك ثم أحرك المقبض. الجيروسكوب يقوم بذلك بالنيابة عني. بعد أن أصبحت الجيروسكوبات في مكانها، سيتمكن مايك من إطلاق طائرته الشراعية. 4 3 2 1 انطلاق. أنا على وشك إدارة الجيروسكوب الآن. هل ترون النموذج يتحرك؟ تحسن الجيروسكوبات الأداء في البداية وتبقي النموذج ثابتا. يمكنكم أن تسمعوا الوحدات المؤازرة. ولكن بعد مدة قصيرة يزداد دفع الرياح، وبعد 10 ثوان من دفع الجيروسكوبات توشك الطائرة الشراعية على التحطم بشكل خطر. فاضطر مايك إلى التدخل للحؤول دون خسارة نموذجه الثمين. عدت إلى القيادة الآن. يعرف الجيروسكوب ما وضعيته ولا يعرف أين مكانه في الجو، وبالتالي قد يحلق النموذج مباشرة ليصطدم بشجرة، لأن الجيروسكوبات لا تستطيع تحديد موقع الشجرة إلا أنني أعرف لأنني أراها. الجيروسكوبات تجعل النموذج يتابع تحليقه بشكل مستو. تعاني الجيروسكوبات مشكلة واحدة كبيرة، ألا وهي انحرافها عن مسارها مع مرور الوقت. ولم تكن الجيروسكوبات المعتمدة في كاترينغ باك باستثناء، إذ كانت تواجه مشكلة في المحافظة على مسارها.
دعوا مسؤولين رفيعي المستوى من العاصمة واشنطن إلى دايتون في ولاية أوهايو ليروا كيترينغ باغ. كانت تقلع ولكن تتابع الطيران، وبدل أن تطير بشكل مستو حتى نحو كيلومترين ونصف كيلومتر كما أرادوا، انحرفت واستدارت وبدأت بالتحليق نحو مدينة دايتون. كانت كيترينغ باغ سلاحا سريا، وما كانوا يريدون أن يعرف أحد عن تطويرها، لذا صعد الجميع في السيارات وبدأوا يطاردونها في أنحاء المدينة. فيما كانت تحلق بسرعة 80 كيلومترا بالساعة، لابد من أن القيام بمطاردة على طرق دايتون الريفية في عام 1917 كان مثيرا للاهتمام. توقفت الطائرة أخيرا عندما نفذ الوقود وتحطمت في سهل زراعي. لقن بناء كيترينغ باغ مصممي صواريخ دروسا قيمة، ولكن سلف صاروخ توماهوك لم يخض يوما أي معركة في نهاية المطاف. بالانتقال من الصاروخ العادي إلى الطائرة، يزيد صاروخ توماهوك مداه إلى حد كبير. يتلخص من معززه المحترق ويطلق محركا نفاثا يستطيع اجتياز 2500 كيلومتر بخزان وقود واحد. في خمسينيات القرن العشرين ما كان من الممكن التفكير في محرك مماثل حتى. كانت المحركات النفاثة تستهلك كميات كثيرة من الوقود، وكانت الصواريخ البعيدة المدى عملاقة وكبيرة جدا بالنسبة إلى غواصة. إلا أن بناة الصواريخ كانوا بحاجة إلى محرك نفاث مصغر، ولكن الدقة المطلوبة لبناء محرك نفاث كبير تجعل بناء المحرك الصغير الدقيق مهمة شبه مستحيلة. في عام 1964 أتى الحل من مكان غير متوقع. كان الجيش الأمريكي يبحث عن طريقة يصل بها الجندي إلى ساحة المعركة. كانت تكنولوجيا الصواريخ السريعة الاشتعال أخفقت وحان دور الحزام النفاث. بدأ المفهوم مع الحزام النفاث، ولكن لا يحظى المرء حينئذ إلا بعشرين ثانية حياة. لذا قضت الفكرة باستحداث محرك مستهلك للهواء يتطلب مقدارا أقل من الوقود للحصول على وقت أطول للتحليق بالنظر إلى وزن محدد. تم فعلا التفكير في إمكانية بناء محرك صغير، وظنت الأكثرية أن هذا مستحيل. وحد المهندسون في ويليامز انترناشونال جهودهم. واجهنا تحدي أخذ محرك أكبر بقليل من هذا، ويتألف من نحو 6000 جزء، وتصغير حجمه وجعله يتضمن عددا أقل بكثير من الأجزاء. لجأ ويليامز إلى خدعة قضت ببناء أجزاء معقدة إلى حد كبير مثل توربينات الدوارة، وكلها من قطعة معدنية واحدة. بسطوا كل مكون بشكل جذري إلى أن بنوا محركا من 600 قطعة فحسب. ما كان يزن إلا 30 كيلوغراما، وكان صغيرا ما يكفي ليوضع على ظهر رجل. كان ذلك مفرحا جدا ومثيرا للاهتمام إلى حد بعيد. أحب طيار الاختبار بوب كورتر إظهار النموذج الجديد. شاهدت بوب يحلق به وكان يتحكم في الارتفاع بدقة. حلق مرة أمام مبنانا، وكان لدينا شجرة كبيرة وكنا في فصل الخريف. أشار إلى ورقة سيلتقطها وارتفع محلقا فوق الشجرة التي كانت ترتفع 20 مترا، انحنى والتقطها. أطلق الحزام النفاث سلسلة من النماذج التي تبدو لائقة أكثر بجيمس بوند وجي آي جو، ولكن الجيش فقد الاهتمام بهذه الآلات المذهلة. ربما أدرك الجنود أن الطائرة تصبح في ساحة المعركة هدفا سهلا. لم يحصد الحزام النفاث يوما النجاح التجاري، إلا أنه ترك إرثا ثمينا واحدا، إذ كان محركه الصغير مثل هدية لبناة الصواريخ. بات لديهم التكنولوجيا المناسبة لجعل الصواريخ صغيرة مناسبة للإطلاق من الغواصات، ولكن قوية ما يكفي في الوقت عينه لاجتياز مئات الكيلومترات.
حين يصبح صاروخ توماهوك بعيد المدى يبدأ بالبحث عن أهدافه وتبدأ المطاردة. فيما يحلق صاروخ توماهوك نحو ساحل العدو يواجه التحدي الأعظم وهو اجتياز مئات الكيلومترات من دون أن يضيع. لطالما كانت الملاحة العقبة الأكبر التي تواجه مصممي الصواريخ، وخصوصا خلال الحرب الباردة عندما كانت أهداف الصواريخ الأمريكية في الجانب الثاني من الكوكب الأرضي، أي على بعد أكثر من 8000 كيلومتر. وعند مواجهة مسافات مماثلة قد يتسبب خطأ صغير بفوضى كبيرة، وبدت الدقة مستحيلة من دون طيار. في عام 1946 صمم المهندسون الطيارون صاروخا لوضع حد لمشكلة الملاحة إلى الأبد، وقد أطلقوا عليه اسم سنارك. هذا أحد آخر صواريخ سنارك الموجودة في العالم، وقد أعادت إليه القوات الجوية الأمريكية بريقه السابق. خبير الأسلحة جيم أوسكينز كان يهتم بصيانة هذه الصواريخ. حوافز وما إلى هناك، مذهل. لم يرى أي صاروخ سنارك منذ سنوات. يسعدني أن أرى هذا الصاروخ كاملا مجددا. نعم إنه جميل، كان مشروعا طموحا جدا، بالاستناد إلى أنهم كانوا يستعملون تكنولوجيا نظام الملاحة الخاص بخمسينيات القرن العشرين. كان صاروخ سنارك مزودا بنظام ملاحة جديد بالكامل يستعين بمساعدة قديمة على الملاحة وهي النجوم. من خلال اللجوء إلى مرقاب يبحث الصاروخ عن موقع نجمة واحدة تماما فوق مسار الرحلة خاصته، وحين يجدها ويثبت عليها يستطيع أن يصحح مساره. كانت الفكرة جيدة إلا أنها واجهت الكثير من الإخفاق. كان الحافز ينطلق في واحد ولا ينطلق في آخر. انطلق إلا أنه اتجه إلى الشاطئ. كان ثمة الكثير من الدخان والشرارات وهرب الكثيرون. لحسن الحظ لم يتأذى أحد، ويمكنني أن أضيف أننا لم نتأثر. كانت الملاحة بالاعتماد على النجوم تنجح في المختبرات، ولكن ليس مع صاروخ يتأرجح في الفضاء بسرعة 1000 كيلومتر في الساعة. كان ذلك من الصواريخ الأولى التي حاولوا إطلاقها من كيب كانافرال، ولأن نظام الملاحة كان غير اعتيادي في تلك الحقبة وتحت الاختبار واجهوا الكثير من حالات الإخفاق، وانتهى الأمر بمعظم الصواريخ في المحيط تماماً قبالة ساحل كيب كانافرال. وكانت تنتشر دعابة في الأوساط مفادها أن تلك المياه مملوءة بالسنارك، وكان ذلك يعكس الحقيقة. ما كان ذلك خيالاً قط، بل حقيقة، إذ كان ثمة الكثير من تلك الصواريخ. كانت صواريخ سنارك إخفاقاً ذريعاً، ولم تكن النجوم الحل المنتظر. حل مشكلة الصواريخ البعيدة المدى يتطلب تعاون المزيد من أقسام العلوم لتتفوق بذلك على أي مشروع آخر في التاريخ. تابع مصممو صواريخ البحث عن مساعدة في الملاحة، وقد وجدها فريق كان يقوده وولتر هاس أثناء التفكير في صاروخ رؤيوي حقا. صاروخ أسرع من الصوت ويختصر بكلمات سلام. كان ذلك المشروع الأكثر إثارة للاهتمام حقا، إذ كنا نعمل على نظام أسلحة مدمر جدا. كان ذلك المشروع مذهلا. صاروخ بقوة نووية ينطلق بحافز مع مكونات صلبة. صمم صاروخ سلام للتحليق إلى الاتحاد السوفيتي بسرعة تفوق سرعة الصوت 3 أضعاف. كان مزودا ب16 رأس صاروخ بقوة ميجاتون واحد، ويستطيع بلوغ 16 عنوانا، مطلقا تلك الرؤوس نحو الأعلى كآلية الإطلاق المقعدية، ويطير بسرعة كبيرة إلى حد أنه سيكون بعيدا متى تنفجر، وقد تصل حرارته إلى ما يزيد على 1000 درجة فهرنهايت، وهو سريع جدا جدا. ولكن كيف يمكن لصاروخ مسرع التنقل بين 16 هدفا يبعد الواحد من الآخر كيلومترات كثيرة؟
طرح أحد عناصرنا ويدعى بيل هولمارك فكرة أن لكل أرض طابعها الخاص. بالاستناد إلى خرائط توبوغرافية، حول بيل هولمارك وفريقه الهضاب والوهادة إلى خريطة رقمية وحملوها في كمبيوتر صاروخ سلام، وأطلقوا على اختراعهم هذا الاسم البصمة. يتلقى سلام إشارة من الرادار من فوق السطح الذي يحلق في جوه ويقارنه بالمعلومات المحفوظة في ذاكرته، وبهذه الطريقة يبلغ أهدافه كلها. كان لدينا تخطيط لخمسين صاروخا يهاجم شبه القارة الروسية في وقت واحد، وكل منها يحمل 16 رأسا، أي ما يعادل 1800 رأس صاروخ بقوة ميجاتون واحد. هذا يعني تدمير روسيا فعليا. في النهاية قررت وزارة الخارجية أن ذلك سيكون ذا وقع كبير على توازن الرعب، وبالتالي لم يكن من الحكمة بمكان نشر نظام الأسلحة هذا، لأنه سيرفع توازن القوى في اتجاه أخطر، فترغب روسيا ربما في نشر البعض من صواريخها قبل أن نكون قد حصلنا على هذا النظام بالكامل. وضعت الولايات المتحدة الأمريكية حدا لمشروع صواريخ سلام في عام 1964، ووضعت تكنولوجيا البصمة جانبا. ولكن عندما بدأ العمل على صواريخ توماهوك في سبعينيات القرن العشرين، تمت إعادة اكتشافه والاستعانة به في تحضير هذا الصاروخ، ويتابع ذلك حتى اليوم. تمنح الملاحة بحسب الرادار الصاروخ ميزة أخرى مذهلة، وهي قدرة التسلل، إذ حين يبلغ صاروخ توماهوك الساحل يخفض علوه للهرب من رادارات العدو. يحلق على ارتفاع قريب جدا من الأرض، وله قدرة مذهلة حقا على الطيران من دون طيار، حتى إن البعض يقولون إنه ما من إنسان يستطيع مجاراة مهارة الصاروخ البعيد المدى. لا يتعب أبدا نظام الملاحة بحسب الرادار في الصواريخ البعيدة المدى، إلا أن لديه نقطة ضعف واحدة. لهذا لم تهاجم الصواريخ البعيدة المدى بغداد في عاصفة الصحراء مباشرة. خشي واضعو المهمة الأمريكية من أن يتوه صاروخ توماهوك في صحراء العراق الشاسعة التي ليس فيها أي شيء محدد، لذا حلقوا بها بالتالي فوق جبال زاغروس في إيران. عندما يصل صاروخ توماهوك إلى هدفه يضربه بدقة متناهية، ولكن كيف يعرف متى يضرب؟ في عام 1944 هاجم جسم طائر مجهول الهوية لندن، والغريب أنه كان يعرف متى يضرب بالضبط، وقد هبط من السماء بكل بساطة. كان صاروخ V1 الألمانية المسمى القنبلة التلقائية. قال الدكتور جوبلز أن الهلاك مصير لندن، وكانت تلك القنبلة مصممة لبث الرعب في قلوب البريطانيين. وفيما كان سكان لندن يتساءلون عما هاجمهم، كان ضابط أمريكي منهمكا في اكتشاف الجواب. كان هاب أرنولد قد عمل سابقا على مشروع كيترينج باغ التي هي أول صاروخ طويل المدى في العالم، والذي كان تم بناؤه قبل 26 سنة. ذهب هاب أرنولد إلى لندن بعد يوم الهجوم بالضبط، وفيما كان يقيم في الضواحي في منزل في جنوب غربي لندن، وصلت أولى القنابل التلقائية عند نحو الساعة 5:30 صباحا، واستيقظ على أصوات انفجارها، وكانت تضرب على بعد ما يقارب 2.5 كيلومتر من مكان إقامته. في وقت لاحق من ذلك اليوم استرق فرصة الخروج وزيارة أحد المواقع التي استهدفتها القنابل التلقائية، وفهم أنهم وضعوا قنبلة في مقدمة ما يشبه الطائرة. كانت أجزاء الحطام تضم أدلة مذهلة على طريقة اكتشاف السلاح هدفه. جمع أرنولد كل الأجزاء التي استطاع أن يجدها وشحنها إلى الولايات المتحدة الأمريكية. هذا خزان الوقود،
لابد من أن هاب أرنولد وجد قطعاً وأجزاءً مماثلة، حتى إنه تحدث عن العثور على أجزاء من الرأس والجناحين. كانت الأجنحة بمعظمها محطمة، إلا أن فسحة الذيل كانت بعد موجودة. وجدنا في الواقع عدداً كبيراً غير متضرر. في حال لم تنفجر القنابل في داخلها، يبدو مثلاً أن هذا ارتطم بالأرض بقوة، ولكن ليس بقوة كافية لتفجير القنبلة. إنه دائماً أكبر مما يبدو في الصورة، أليس كذلك؟ مع ذلك الارتفاع الكبير فوقه؟ أتظن أنه ارتطم بالأرض بقوة؟ نعم. استناداً إلى الأجزاء المحطمة المماثلة، بدأ المهندسون الأمريكيون يوجهون سلاح هتلر السري صوبه، إذ عرفوا عنه كل شيء بعد 3 أسابيع. كان V1 مزوداً بمحرك بسيط ولكن قوي للغاية، يمكنه من إيصال سرعته إلى 640 كيلومتراً في الساعة. إلا أن الأحجية الأهم التي حلها الأمريكيون كانت كيف يعرف V1 كيف يهبط. كان ثمة مروحة عند طرف الصاروخ تدور فيما يحلق في الجو، وكان ثمة جهاز قياس للمسافة في فسحة الذيل يحسب عدد الدورات، وعند اجتياز عدد كيلومترات محدد توقف مقصلة الأنابيب الهوائية بالكامل وتثبتها في مكانها، ثم يطلق صاعقان سلسلة من المكابح ما يوقف الدفع الهوائي ويجعل صاروخ V1 يقع مباشرة. أطلق على سلاح V1 لقب دودل باغ، إلا أنه كان دقيقاً ما يكفي لمهاجمة مدينة بحجم لندن فحسب، أي أنه كان مناسباً للألمان. دمرت القنابل الآلية 800,000 مبنى بريطاني خلال 6 أسابيع، وقد تم إجلاء أكثر من 1,000,000 شخص من مدينة لندن. كان ينبغي وضع حد لسلاح V1. كانت الدودلباغ تصل بسرعة 700 كيلومتر بالساعة، إلا أن سرعة نافثة اللهب ما كانت لتتعدى 550 كيلومتر بالساعة كحد أقصى على ما أظن. إذن تصل على ارتفاع 3,300 متر وتقع، والرادار لا يستطيع أن يحدد مكان الدودلباغ، ما يعني تأخيرا عن سرعة هذه الأخيرة بنحو 150 كيلومتر بالساعة. كان أمام الطيارين جزء من الثانية ليطلقوا النار، وكانوا ليواجهوا المشاكل إن أخطأوا. كنت غبيا ما يكفي لآتي وأطلق عليه النار وهو ثابت، ما ألحق أضرارا كبيرة بنافثة اللهب. حين يعيد أحد الكرة تفهم بسرعة. جرب تيري سبنسر زاوية أخرى للهجوم منها. تحيرت فيما إذا كان ثمة طيار في هذا الشيء أو لا، وفي من كان يحلق بهذه الأشياء. لذا عند مراقبة الأجنحة لاحظت أننا عندما نرفع نافثة اللهب هكذا نجدها لاحقا تعلو الجيروسكوب ثم تستدير على الفور. تلقفت الصحف الخبر ولقبت تيري سبنسر بعبارة نل منهم يا تيري، وتيري الرجل الذي دمر V1 ببعض الأبحاث. أشرطة مروعة عن الأسلحة وهي تعمل ومستوى الرعب صور مذهلة. خلال أسابيع نال الدفاع البريطاني من V1. ها هي القنبلة الطائرة. تم القضاء على أكثر من نصف 8,000 قنبلة التي وصلت إلى بريطانيا، وتخلى الألمان في نهاية المطاف عن السلاح على خلاف الأمريكيين. الإنتاج الهائل للقنابل الآلية في المصانع الأمريكية كاعتماد لسلاح V1. حاول المهندسون الأمريكيون تحويل سلاح V1 إلى سلاح دقيق جدا، ولكن من دون جدوى. بعد الانطلاق تبدأ القنبلة الآلية بالانحراف عن مسارها. تابعت القنابل الآلية الأمريكية تخطئ أهدافها بنحو 12 كيلومترا. صاروخ توماهوك اليوم أدق منها ب1,000 مرة، فهو يلتقط بداية صوراً للمنطقة المستهدفة ويقارنها بالصورة الرقمية الموجودة في ذاكرة الكمبيوتر خاصته، ثم ترشد إشارة نظام تحديد المواقع الصاروخ إلى هدفه، ويضرب صاروخ توماهوك الهدف مع هامش خطأ لا يتعدى 10 أمتار. ويقول البعض إنه يستطيع المرور حتى عبر نافذة.
ولكن ماذا لو كان هدفه خفيا مطمورا تحت عدة أمتار من التراب والبطون المسلح؟ الصواريخ البعيدة المدى دقيقة جدا، إلا أنها تعاني مشكلة واحدة، وهي في حالة كانت أهدافها معززة بالبطون. صاروخ توماهوك مصمم ليكون متينا وخفيف الوزن، ولا يحمل بالتالي إلا 500 كيلوغرام من المتفجرات، وهذه الأخيرة لا تنفع حين يكون الهدف مطمورا، وهذا ما سيرينا إياه سيدني أولفورد. باستعمال نموذج مصغر يماثل هجوما صاروخيا على مستودع مبنى في الصخر، أقترح وضع صف من الجنود مع شاحنة عسكرية. يحاكي صاعق سيدني هجوما صاروخيا مباشرا على سطح المستودع. الإطلاق، 4 3 2 1. لا يمثل صاروخ توماهوك المنفجر على سطح المستودع إلا هجوما بسيطا جدا لا يكاد يذكر. المهم الآن هو ما حصل داخل النفق، إذ وقع القليل من الغبار من سقفه، ولكن ما عدا ذلك ما زال الجميع يقفون في مواضعهم العادية ولم يتعرضوا لأي أذى. بما أن الصاعقة والقنبلة انفجرا في الهواء على السطح، لم يتلقى أي شيء الضغط، لذا تستطيع الغازات المرتفعة الضغط التي تطلقها القنبلة التبدد في الهواء المحيط. تخلت هذه الغازات عن طاقتها على شكل موجة صدمة، وهي الصوت المرتفع الذي سمعتموه. من أجل توليد طاقة أكبر، يحتاج الصاروخ البعيد المدى إلى رأس مدمر للحصون مملوء بمعادن ثقيلة. وفيما يدفع الرأس الثقيل الصاروخ أكثر في قلب الحصن، يحدد سلك ذكي نوع الفسحة التي يجتازها، وعندما يصل إلى هواء الحصن ينفجر الرأس. والآن يمثل لنا سيدني ما يحصل عند هجوم صاروخ خارق للحصون. هذا موضع صحراوي شبيه إلى حد بعيد بالسابق، إلا أننا نفترض هذه المرة أن الصاروخ قادر على خرق الصخر مسافة كبيرة. سيدني واثق جدا هذه المرة، إلى حد أنه لا يستعمل إلا نصف كمية المتفجرات. الإطلاق، 4 3 2 1. سنرى التأثير المختلف تماما بكل وضوح. أولا، لا أستطيع أن أرى أي تأثير على السطح. إن نظرنا هنا نستطيع أن نرى التأثير الكبير، إذ تم تدمير النفق بشكل شبه كامل، وقد انفجرت السيارة وانقلع هيكلها وسطحها، ولا نستطيع أن نرى أي جنود صغار. عند الانفجار الأول كان ثمة شحنة لم تحدث الضرر المتوقع. إذ تشتتت الطاقة في الجو، أما مع هذا الانفجار كانت القنبلة أو رأس الصاروخ محاطا بالكامل بالجص غير المضغوط الموازي لوزن صخرة. تذكروا أننا استعملنا نصف كمية المتفجرات في الانفجار الثاني. السبيل الوحيد لخروج الغاز المضغوط هو اختراق سطح المستودع، ويكون له تأثيرات كبيرة في المستودع، وهذا ما نراه. يستطيع رأس الصاروخ الخارق للدروع اختراق 30 مترا من التراب وستة أمتار من البطون. الآن لم يعد فعلا ثمة أي مكان للاختباء. في الماضي كان يمكن أن تثق بأنك لو كنت بعيدا ما يكفي خلف حدودك وفي حصن محمي جيدا، لا داعي للقلق بشأن هجوم طائرة عليك، وكنت تشعر بالأمان. ولكن الآن يمكن لصاروخ بعيد المدى الدخول في أي لحظة من شباكك أو المرور بالمجاري الهوائية ويقتلك. مر الصاروخ البعيد المدى بمسيرة كبيرة بعد بداياته الوضعية، ولكن هل يمكن أن يكون ذكيا ما يكفي لإنجاز عمل طيار بشري؟ في حرب الخليج الأولى كانت الطائرات تقوم بمهمات على ارتفاع منخفض
إلى جانب الصواريخ البعيدة المدى. أما في حرب الخليج الثانية كانت الآلات تقوم أكثر فأكثر بهذا العمل الخطر. قد يكون الجيل القادم من الطائرات الحربية الأخير الذي يقوده طيارون بشر. ولكن حتى أذكى الأسلحة ترتكب الأخطاء. قال البنتاغون إن هذا مصنع أسلحة كيماوية وبيولوجية، إلا أنه اتضح فيما بعد أنه مصنع بريء لصناعة حليب الأطفال. يعتمد الصاروخ البعيد المدى على المعلومات الاستخبارية، وهذه الأخيرة قد تكون خاطئة. عندما تتخذ قرار إطلاق صاروخ بعيد المدى، قد يمر وقت طويل قبل أن يصيب هدفه، وقد ترغب في تبديل رأيك، لكن ليس لديك خيار مع معظم الصواريخ البعيدة المدى. مع طائرة يقودها طيار تستطيعون الانطلاق في مهمة، وإن لم تكن المنطقة المستهدفة تناسب ما لديكم من معلومات، يمكنكم الامتناع عن ضربها، يمكنكم العودة والقيام بذلك في يوم آخر. ولكن ثم تنوع جديد من الأسلحة، وهي القريب المستقبلي للصاروخ البعيد المدى، وهي السيارة الهوائية من دون طيار. السيارات الهوائية التي من دون طيار أدق من الصواريخ البعيدة المدى، ويمكن إعادتها كما أنها تطير لتنفيذ مهمات من عدة أنواع. هذه السيارات مغطاة بالكافلار المضاد للرصاص، وشكلها الغريب يجعلها غير مرئية بالنسبة إلى الرادارات. وكاميراتها حساسة إلى درجة أنها تستطيع أن تحدد إن كان رجل على الأرض مسلحا أو لا. تلجأ وكالة الاستخبارات المركزية إلى هذه السيارات المسماة بريديتر للنيل من القناصة على السطوح أو من الإرهابيين المختبئين. ومن المذهل أن بريديتر يستطيع أيضاً تسيير دوريات في صحراء العراق، ولكن من خلال التحكم فيه بالأقمار الصناعية من قبل 4 رجال جالسين في غرفة مكيفة في لاس فيغاس. كلما أصبحت هذه الآلات خطيرة أكثر، احتاجت إلى المزيد من الإرشاد البشري.